نروح نشوف عبد الله السعيد وشريف اكرامي. ده لحظه الهدف. بص عبد، يلا يا رجاله، برافو عبد الله، برافو يا شريف، يلا يا رجاله. هو ده، هو ده انكار الذات، هو ده. انا مش هتكلم بقى هنا اتعلمه في النادي الاهلي ولا اتعلمه في الزمالك، هنا مصر. ولما نقول مصر الكل بقى يستنى والكل يسكت، دي مصر وحلم شعب. زي ما قلت لكم قبل المباراه باسبوع، ده حلم شعب هتنقلنا نقله تانيه. وعلى جميع المستويات، اعلام وسياسي ورياضي وسياحي واقتصادي، هو ده اللي كنا بنقوله لحضراتكم. ده لحظه لما جه فينا الهدف، شريف اكرامي وعبد الله السعيد قاموا وقوموا، يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. ده كلام محترم، ودي لحظات زي ما قلت لحضراتكم، عشان مش اي حاجه تحصل لك تحبط، ومش اي حاجه تحصل لك تقع نفسيا، ومش اي حاجه تحصل لك لازم تقوم، لازم تقاوم. لان في على المستوى المجتمع في البعض يتصيد اخطاء، والبعض بيوقعك نفسيا، والبعض مش عايزك تتكلم، والبعض مش عايزك تقول الحقيقه. لكن هو طريق واحد، طريق النجاح، تشتغل بقلب، تشتغل بروح، تشتغل باخلاص، تشتغل بضمير، تلاقي ربنا بيفتحها وربنا يكرم على طول. ودي حاجه ما فيهاش نقاش صدقوني. فده لقطات مهمه الكل اتكلم فيها، لكن لازم نرسخ في مجتمعنا بالجهد بالعرق. ولو اللعيبه دي، مش هتكلم على مكافآت لان ده طبيعي، الناس دي تنجح في شغلها وفرحوا شعب، تاخد اللي تاخده، تاخد المليارات، لان اخد مهمه في ظل احباطات لمدير فني، لجهاز فني معاون، لاتحاد كوره بيتحارب، بيتحارب كل يوم، خلينا نتكلم بصراحه، لمنظومه كامله بتتحارب من البعض اللي ليه اغراض، وتقدر تحقق الهدف بتاعك وانت احيانا بتسكت، وانت احيانا بترد، وانت احيانا بتقبل بالامر الواقع اللي موجود عليك وتحقق النجاح. لا، خد عينينا، خد عينينا. لكن ما تجيش تقول لي انت قاعد تنظر وقاعد لي على السرير ولا بتشتغل ولا بتتعب ولا بتفكر ولا عايز البلد تقوم، وفي الاخر تلاقي نفسك انت اللي مسموع واللي بيتعب ويحقق انجاز ويفرح شعب، تيجي تكلمني بقى بياخد مش عارف ايه. من حقه ياخد، ولما يكسب في كاس العالم تاخد تاني وتالت ورابع. لان عايز اوعي حضراتكم لبعض الحاجات المهمه. المهنه الوحيده في مصر، المهنه الوحيده، في البعض زينا كده بعد ما بتبطل، في اللي بيروح الاعلام ممكن يقعد شويه ويشتغل شويه، لكن المهنه الوحيده عند سن معين ما بيشتغلش حاجه. ما هو في البعض بقى ولا بيدرب ولا بيشتغل ويشوف لنفسه مجال تاني. المهنه الوحيده عند اول ما تقول اعتزلت بتبتدي وتنتهي عند سن معين، 33 34 35، زي ما حضر زي اي لاعب بيختار التايم بتاعه خلاص هتشتغل ايه بتاع. ما هو مش كل اللعيبه ال 30 40 لعيب في كل نادي هيشتغلوا، بيبقى 1 2 3 10 والباقي كله بيتجه لمجالات تانية. فالمهنة الوحيدة لاعب كرة القدم في الوقت الصغير اللي بيقعد فيه العشر سنين ولا الاتناشر سنة، لازم يأمن مستقبله، ولازم يبقى بطل، ولازم يبقى بيسعد شعب، ولازم يتكرم، ولازم يحصل له حاجات كتير جدا. لأن البطل، وهو ده اللي أنا كنت بقوله الأسبوع اللي فات، البطل مش زي العادي اللي بيلعب وينهي تاريخه ويقول للناس كلها، ولاده يسألوه أنت خدت إيه ولا ما خدتش حاجة، أمال بتلعب في نادي كبير ليه؟ بتمثل منتخبك ليه؟ عشان ده، ولما تحقق ده لا تاخد مكافآت وتاخد عينينا كلنا.